ولا مرة يقول لي زورة هيا نشوف حالتك، هيا نشوف حالتك يا سيدي، ولا لا ما دارهاش، ما دارش جست هذه، ما دارش، كان يعوز توجوه المصلحة نتاعو. يقول لي يا تولي انت اللي قالهم لك مازال ما حبش، بيان سور بيان سور، كيفاش يقول لي يا تولي عنده يا ما نعطيكش الدار؟ يعني ماشي عينو يعطيني الدار كمواطن انا في البلدية تاعي، يعني يحوس بالمعنى الدار، هذا الدار يعطيه للسيد، هذا السيد واش يدير بالدار؟ لاباس عليه بالدار بدارو. السيدة راهي تشوف فيك وتسمع فيك وكاين بزاف ناس كيما هي، تعرفني مليح السيدة. هذا بيا نوصل رسالتي للسيد الوالي خاصة يتدخل في هذا المشكل. أنا تعرضت للإهانة من رئيس دائرة شرشال سيد باكلي، كان أنا كنت متزوجة من أحد أقاربه، يعني أقاربه متباعد شوية، وطلقت عندي 7 سنوات، وأنا كنت طالبة حقوقي في البلدية تاعي، وهي هي السكن الاجتماعية، والملف تاعي كان 2005، ويعني كنا نستنى وكما كاع الناس كانت تستنى. كان يقول لي الحق، كان يوعدني يقول لي بلي راكي في لاليست، راكي في القائمه، ما ما تقلقيش مدام راكي في القائمه. نهار اللي تعلقت القائمه ما صدتش اسمي، كي رحت عنده طردني، ارفدي، كان عندي غسيبيسي تاعي في يدي، قال لي ارفدي الورقه تاعك زهراء وخرجي. عقد يعني كان شاهد عبدي رئيس البلديه تاعنا حاليا، ما كانش رئيس هذاك الوقت بصح كان تما معاه على باله، تكلمنا في هذا الامور وعلى باله. و خرجت رحت من بعد تحيرت انا واش كاين، من بعد خليته كيفت هذاك الغاشي هذاك وذاك ايام من بعد رحت عنده قلت للرئيس، قلت له سيدي الرئيس علاش طردتني؟ قلت لي رفدي الورقه تاعك ورحت. قال لي مدام ما نعطيكش السكنان باسكو طليقك يقول لك ارجعي، يا ترجعي يا ما نعطيكش الدار. بصح سمحي لي، يعني واش دخل طلاقك؟ هذا اللي فاجأني أختي، يدخل في الحالة الشخصية نتاعي، يعني أنا ما فهمتش، المحكمة أعطتني الطلاق حريتي وهو يدخل في الحرية نتاعي. المواطنة الفاضلة اللي كنت تكلمتوني عليها بلا ما نذكر اسمها، كان جاتني بليزيو فوا لهنا عندي هكذا ولا لا، وطمأنتني. ماذا طمأنتها؟ طمأنتها خاطش داخلة في الهش، سكن الهش، وبين الله وعدتها، ما زلت في وعدي هي وغيرها داكور ولا لا، وعدتها باش بين الله ان شاء الله يكون عندها حظا من السكن. اليوم سي باكلي رانا معاك، والسيده راهي تشوف فيك وتسمع فيك، وكاين بزاف ناس كيما هي. تعرفني مليح السيده فاطمه الزهراء نسميها، تعرفني مليح السيده فاطمه الزهراء، ووعدتها وما زلت في وعدي، ما زلت في وعدي، تكون مطمئنه ان شاء الله بين الله، بين الله عن قريب. اللي قلت لك لازم السكنات تكون جاهزه. لا لا ما حددناش تاريخ، عن قريب. عن قريب هذه ما تلزمينيش. السيده فضل توفى فيها شروط باش تفد السكن. تحقيقات تكون حتى في الارشبي، كاين تحقيقات في الارشبي، كاين تحقيقات. ما تجينيش النتائج تاع الفيشي، ما نقدرش. كاين الناس في الارشبي وتحايلوا علينا، في الارشبي وتحايلوا علينا. قضية تاع السيد ما كانش تحايل فيها، كي نديرها في القائمة نحقق. دكاك راهي تسمع فيها. شكرا، وان شاء الله بإذن الله فيها خير معها، ان شاء الله فيها خير، ان شاء الله تكون مطمئنة، ان شاء الله تستفاد بإذن الله، ان شاء الله خاطر نعرف الحالة تاعها. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم.